السلام عليكم دكتور أيمن عبد الوهاب. المحاضرة هتكون عن ماكينات التفريز أو الميلينج ماشين الجزء الأول. الانترودكشن بتاعتنا: الميلينج ماشين is one of the most widely used machine tool in all parts of the world. برضو هي مكنة من الماكينات شائعة الاستخدام في عالم التشغيل. الغرض منها ان انا اطلع flat surface وslots. عايز انوه هنا ان الflat surface بغض النظر عن اتجاهها، يعني السطح الافقي الهوريزونتال surface ده flat surface، الvertical surface ده flat surface، الinclined surface ده flat surface. والflat surface بغض النظر عن الانكلينيشن بتاعته بقدر اطلعه، بقدر اعمله من الميلينج ماشين او باستخدام الميلينج ماشين. طيب it removed metals from a stationary workpiece in the form of a chip with the help of rotating cutter. الكاتر هو اللي بيلف، معنى كده ان الكاتر هو اللي معاه الكاتنج سبيد اللي هجيبها من القانون في بتساوي باي في الدايمتر بتاع الكاتر بالملي في روتيشنال سبيد بتاعته بالار بي ام على 1000 عشان تطلع الفي بالمتر بير مينيت. وما ننساش ان الميلينج كاتر تعتبر مالتي كاتنج ايدج لان عدد الحدود القطع بتاعها اكبر من الواحد، بنتكلم في مينيمم 6 او 8. انا عندي هنا شغلانه او سطح فلات طلع من الفريزه، ده سطح فلات برضو طلع من الفريزه، بس احنا هنا استخدمنا الميلينج كاتر اللي بيلف حوالين الهوريزونتال اكسس، وهنا استخدمنا الميلينج كاتر اللي بيلف حوالين الفيرتيكال اكسس. وده هيخلينا نفكر ان في كلاسيفيكيشن للميلينج ماشين. كلاسيفيكيشن اوف ميلينج ماشينز. النوع الاول من مكن الميلينج اللي هو الهوريزونتال اور البلين ميلينج ماشين، اللي هو لو انا جيت دورت وبصيت هلاقي ان ده الكاتر بتاعي بيلف حوالين هوريزونتال اكسس، لو انا جيت دورت ان ده الكاتر بتاعي برضو بيلف حوالين هوريزونتال اكسس. يبقى الهوريزونتال ميلينج ماشين دي ماشين الكاترز بتاعها بيلف حوالين هوريزونتال اكسس. ادي واحد. اتنين، في أجزاء رئيسية في المكنة دي، يعني أنا عندي الجزء ده اللي احنا بنسميه البيز، الجزء ده الرأسي ده اللي احنا بنسميه الكولوم، وبعدين يجي وراهم الثلاث حاجات المهمين الني والسادل والتيبل. الني دي بيبقى عليها يد بحيث ان انا لو اتحركت بيها الني تطلع وتنزل، بحيث ان هي الشغلانه فوق تحس انها بتتحرك في الاتجاه الفيرتيكال، يعني لما بحرك اليد اللي على الني بتاخد معاها اللي فوقيها اللي احنا مسمينها السدل، بتاخد اللي فوقيها اللي احنا مسمينها التيبل، وبتاخد كمان الورك بيس معايا. النقطه اللي بعد كده السدل دي برضو بيبقى عليها يد. لو انا ابتديت احرك اليد اللي موجوده على السدل عايزه تتحرك ترانسفيرس او عايزه تتحرك كروس، وتاخد معاها التيبل وبرده تاخد معاها الورك بيس في الاتجاه الكروس او الترانسفيرس. فوق خالص عند الورك تيبل او التيبل دي برده بيبقى عليها يد من الناحيه دي. اما بحرك اليد بتاعت التيبل بتتحرك في الاتجاه الطولي اللونجيتيودنال وبتاخد معاها الورك بيس برده. ده فيديو بيبين الهوريزونتال ميلينج ماشين. الجزء اللي انا كنت بتكلم عليه دي الني، ادي اليد بتاعت الني. المفروض ان اليد بتاعت الني دي اما بتتحرك بتاخد الني وبتاخد الجزء ده اللي هو السدل بالتيبل في الاتجاه الفيرتيكال. دي اليد بتاعت السدل بتاخد السدل والتيبل في الاتجاه اللي هو ده اللي هو الكروس او الترانسفيرس. اليد التالتة دي اليد بتاعت التيبل بتاخد التيبل بالورك بيس اللي هتبقى موجودة فوق التيبل وتتحرك في الاتجاه الطولي. هنروح بقى للنوع التاني اللي هو الفيرتيكال ميلينج ماشين. ايه اللي حصل؟ والله ده
السبندل بتاع المكنة رأسي والكتر تحته، يعني الكتر بتاعي بيلف حوالين سبندل رأسي، ده الكتر وده السبندل الرأسي اللي هو بيلف حوالين منه. بصيت لقيت عندي نفس الخمس أجزاء الرئيسية، برضو البيز الحتة اللي تحت دي، الرأس دوت اللي هو الكولوم، وبرضو عندي الثلاث حاجات المهمين، النيه أما بحرك اليد بتاعتها، النيه بتتحرك في اتجاه الفيرتيكال وبتاخد معاها السادل وبتاخد معاها التيبل وهتاخد معاها أكيد الورك بيس. السادل لو أنا حركت اليد عليها هي نفسها بتتحرك وبتاخد معاها التيبل وبتاخد الورك بيس في الاتجاه بتاع الترانسفيرس أو الكروس. التيبل اليد بتاعتها ممكن تبقى من الناحية دي أو ممكن تبقى من الناحية دي، أما برضو بتتحرك، بتاخد التيبل وتتحرك بيها في الاتجاه الطولي، وبرضو هتاخد أكيد معاها الورك بيس اللي موجود. ده فيديو ضوء لطيف جايب فريزة صغيرة كده في حجم لعب الأطفال، المحور بتاعها رأسي، الكتر بتاعها بيلف حوالين محور رأسي موجود. شوف أجزاءها، هي في حجم صغير جدا بس فيها كل الأجزاء بتاعتنا. اليد ديت دي اليد بتاعت النيه، هي فين النيه؟ هي النيه اللي تحت دي، فاليد دي لو لفت النيه هتطلع في الاتجاه الرأسي وهتاخد معاها السادل وهتاخد معاها التيبل. اليد دي اليد بتاعت السادل، لو انا لفيت اليد بتاعت السادل هتاخد السادل وهتاخد التيبل في الاتجاه الكروس بتاعنا. لو انا لفيت اليد دي اللي هي اليد بتاعت التيبل هتتحرك التيبل في الاتجاه الطولي. ده انا عندي كمان نوع ثالث اللي هو اليونيفرسال ميلينج ماشين، اللي هم بيقولوا عليها مكنة الفريزة العامة. الله، طب ما هي دي المكنة الأفقية اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها، ودي المكنة الرأسية اللي كنا بنتكلم عليها. عايزين نقول ايه بقى؟ عايزين نقول ان ممكن تبقى دي هوريزونتال ميلينج ماشين او يونيفرسال ميلينج ماشين، ودي ممكن تبقى فيرتيكال ميلينج ماشين او تبقى يونيفرسال ميلينج ماشين. يعني ممكن اليونيفرسال نبقى مركبين عليها الهيد اللي شبه الهيد الأفقية، او نبقى مركبين عليها الهيد اللي شبه الهيد بتاعت مكنة الفريزة الرأسية. طب اعرف منين هي هوريزونتال ولا يونيفرسال؟ اعرف منين هي فيرتيكال ولا يونيفرسال؟ ابص تحت التيبل، المفروض لو كانت يونيفرسال يبقى في تحت التيبل منقلة، سويفل بليت بروتراكتور، هتسمح ان التيبل تميل بزوايا محددة، وقتها انا ممكن اعمل انكلايند سلوتس. برضو نفس الكلام هنا، هبص تحت التيبل على طول هلاقي ما بين التيبل وما بين السادل في منقلة كده، المنقلة برضو هتسمح ان التيبل بتاعتي تميل، ولو التيبل بتاعتي هتميل هتسمح ان انا اعمل انكلايند سلوتس. البارتس بتاع اي ميلينج ماشين، عندي كولوم وبيز وعندي تيبل. التيبل زي ما هنشوف بتبقى فيها المجاري بتاعت التي سلوتس، او بنسميها مجاري حرف تي، لان انا هستخدمها في تثبيت الورك بيس المجاري دي، وعندي سادل وعندي ني. طيب الخمسه الاولانيين دول كولوم وبيز وتيبل وسادل وني، دول اللي موجودين في اي مكنه فريزه بغض النظر عنها كانت هوريزونتال ميلينج ماشين او فيرتيكال ميلينج ماشين او يونيفرسال ميلينج ماشين. لا مش دي لوحديها، لا ده كمان ده في سبندل. طيب يعني كل مكنه فريزه فيهم الست اجزاء دول الرئيسيه؟ ايوه. بيقول ايه بقى؟ ان السبندل هاز تيبرد هول، السبندل داخليا في تيبرد هول. طب التيبرد هول دي بقى هستخدمها في ايه؟ هستخدمها عشان اثبت فيها الشانك بتاع اجزاء معينه في الفرايز هنعرفها. احد الاجزاء ديت او جزء من الاجزاء دي بنسميه الاربور، وده هيبقى موجود على الفريزه الافقيه او اليونيفرسال ميلينج ماشين اللي مركبين عليها الهوريزونتال هيد. الادابتور والكولت ليهم شانك برضو، الادابتور ليه شانك والكولت ليه شانك، هنثبته في السبندل من خلال التيبرد هول زيه زي الاربور، بس انا هلاقي الادابتر وهلاقي الكولت موجودين في الفيرتيكال ميلينج ماشين
او في اليونيفرسال ميلينج ماشين اللي مركبه الهيد الفيرتيكال. ده المنظر، انا شايف البيز، هنا في بيز، هنا في بيز، هنا في كولوم، هنا في كولوم، ني سادل تيبل، ني سادل تيبل. طب السبندل هنا في الرأسية فين؟ هو السبندل ده، السبندل ده اللي في نهايته، السبندل ده اللي في نهايته محطوط القطر. طيب فين السبندل بقى؟ السبندل الامتداد بتاع العمود ده ولكن داخل جوه الكولوم. طب هو العمود ده اسمه ايه اللي احنا مثبتين عليه القطر؟ العمود ده اسمه اربور. العمود ده اللي احنا مثبتين عليه القطر اسمه اربور. الاكستنشن بتاع الاربور داخل الكولوم اللي هو مش باين، اللي هو مش ظاهر، اللي احنا بنسميه السبندل. يعني الكولوم والبيز والتيبل والسادل والني والسبندل موجودين في اي مكنة فريز. بفكرك تاني ان انا لو انا بتكلم في ان انا شايف ان دي الورك بيس، الورك بيس ممكن تتحرك في الاتجاه الاكس، الورك بيس ممكن تتحرك في اتجاه الواي، الورك بيس ممكن تتحرك في اتجاه الزد. اما تتحرك في اتجاه الاكس ده في الاتجاه الطولي، يبقى مين اللي مسؤول عن حركه الورك بيس في الاتجاه الطولي؟ تيبل اللونجيتيودنال دايركشن. لكن انا لو عايز احرك الورك بيس في اتجاه الواي، ده اتجاه الكروس او الترانسفيرس، مين اللي كان مسؤول عن حركه الورك بيس في اتجاه الكروس او الترانسفيرس؟ السادل. مين اللي مسؤول عن حركه الورك بيس في اتجاه الزد اللي هو الاتجاه الفيرتيكال؟ دي حركه الني. عندي اجزاء اضافيه بتميز مكن الهوريزونتال ميلينج ماشين او اليونيفرسال ميلينج ماشين اللي مركبه الهوريزونتال هيد. ادي المكنه بتاعتي الهوريزونتال ميلينج ماشين في ثلاث اجزاء اضافيه بيميزوها، اللي هي الاربور اوفر ارم الفروم بريس، اللي هم فين بقى؟ اللي هي الجزء اللي فوق ده او خدناه واتفرجنا عليه. ايه الاربور؟ الاربور العمود اللي خارج ده متثبت فين؟ متثبت في العمود كنقطه اولى كفيرست بوينت اوف فيكسيشن. والاربور ده ما هو الا امتداد للسبندل اللي موجود جوه الكولوم. طيب ايه بقى الفايده بتاعه الاربور ده؟ اولا الاربور ده بثبت عليه القطر، ادي اول حاجه. النقطه الثانيه الاربور لما بيلف بيدور القطر. طب هو مين اللي بيلف في الاربور؟ السبندل اللي موجود داخل الكولوم اللي الاربور بيعتبر اكستنشن ليه. ادي الفايده بتاعه الاربور. يبقى الفايده بتاعه الاربور تثبيت ودوران الميلينج قطر. اتنين، انا عشان عايز اعرف الفايده بتاعه الاوفر ارم والفروم بريس دي، انا هتخيل ان انا ما عنديش الفروم بريس لا الاولاني ولا الثاني. ممكن يبقى واحد، ممكن يبقى اثنين، ممكن يبقى ثلاثه، ممكن اي حاجه. لو الاوفر ارم مش موجود والفروم بريس مش موجود، يعني عندي الكولوم خارج منه الاربور وبس، وده القطر. طب المشكلة بقى ان الاربور كده متثبت، ده متثبت من بوينت واحدة اوف فيكسيشن. طيب ما هو المفروض ان الشغلانة تبقى موجودة تحت القطر هنا. طب ما انا خايف من الكاتنج فورس، لا تعمل ايه في الاربور؟ لا تتنيه، لا تميله، لا تعمل له بندنج. طب ايه الغرض؟ قال لك ما ينفعش يبقى الاربور ده مثبتينه من نقطة واحدة بس. طب ايه الحل؟ قال لك هنيجي في اخر الكولوم من فوق نطلع منه كده كتلة، نطلع منه بارت سميناه اوفر ارم، وهننزل من الاوفر ارم حاجة بنسميها الفرونت بريس. الفرونت بريس دي تعتبر سكند بوينت اوف فيكسيشن للاربور. معنى كده ان البندنج او الديفليكشن اللي ممكن يحصل للاربور نتيجة الكاتنج فورس هيقل. يبقى الاربور تثبيت ودوران القطر، الاوفر ارم خرج من الكولوم، علقنا في النهايه بتاعته الفروم بريس، بحيث ان الفروم بريس ده يعتبر سكند بوينت اوف فيكسيشن للاربور. في حاجات برضو بتميز الفيرتيكال ميلينج ماشين او اليونيفرسال ميلينج ماشين اللي مركبه فيرتيكال هيد. ده جزء اسمه هيد. فين الهيد بقى؟ هو الجزء اللي فوق ده، ده جزء اسمه هيد موجود. طيب برضو الهيد ده شايله ايه؟ المفروض ان الهيد داخلها
السبندل، والجزء اللي خارج اللي تحت ده السبندل وبيتثبت فيه دايركت الكتر. يبقى انا دلوقتي ده كده السبندل، وفي الاخر زي ما انت شايف كده الكتر موجود. طيب الهيد دي بقى ليها كام نوع؟ ليها نوعين. النوع الاولاني فيه هيد بيبقى في ظهرها سويفل بليت او منقله بروتراكتور. طب هو لو الهيد فيها في ظهرها منقله يبقى ليها فايده، هبقى انا محتاج اميل الهيد. طب انا لو ميلت الهيد يبقى السبندل هيميل والكتر كمان هيميل، ده يسمح لك ان انت تعمل الانكلايند سيرفيس. احنا قلنا الميلنج ماشين بيعمل فلات سيرفيس، ومنه انه بيعمل من الفلات سيرفيس ده ممكن يعمل انكلايند سيرفيس. يبقى انت لو كانت الهيد بتاعتك من النوع اللي وراه منقله، اللي وراه سويفل بليت اللي احنا هنسميها السويفلنج هيد، يبقى الهيد ممكن تميل بزاويه معينه، هتميل معاها السبندل، هتميل معاها الكتر، وهيعمل لك الاسطح المايله اللي انت عايزها. يبقى طالما في هيد وراها منقله ممكن تميل، يبقى اكيد الثانيه ما وراهاش منقله ولا ممكن تميل. من هنا جت النوع بتوع الاثنين بتوع الهيد. عندي نوعين من الهيد. الهيد كان بي فيكس التايب زي الشكل اللي تحت اللي ما وراهوش منقله. النوع الثاني سويفلنج تايب، ده الشكل اللي وراه منقله. ان فيكس التايب ذا سبندل دايما هيبقى فيرتيكال، لكن لو كانت وراها منقله اللي هو النوع بتاع السويفلنج تايب، ذا هيد كان بي سويفلد تلتد تميل to any desired angle to produce inclined surface. Specification and the size of milling machine. زي أي حاجة أنا أما بحب أشتري فريزة لازم يبقى فيه شوية specification لازم أسأل عليها ولازم أبقى متأكد منها. في عندي حاجات جنرال لو دايما بنحب ناخدها التيبل سايز، لان ده هتتحكم في السايز بتاع او السيرفيس اريا بتاع الورك بيس اللي هتحط عليها. الماكسيمم والمينيمم سبيد اوف ذا سبيندل اند نمبر اوف سبيدز، اعلى واقل قيمه وفي ما بينهم كام سبيد. برضو الماكسيمم والمينيمم فيد اند نمبر اوف فيدز، اعلى واقل قيمه للفيد وعندي ما بينهم كام فيد. موتور باور اوف ذا ماشين، عايزين نطمن على الفاتوره بتاعت الكهرباء. ريكوايرد فلور سبيس، عايز اعرف المساحه بتاعتها في الكونتينر لو جايه مستورده من بره، او المساحه اللي هتاخدها عندي في المصنع. الويت اوف ذا ماشين، ده بيهمني في الكونتينر اللي بيبقى جايبها من بره، او بيهمني كحمل هيبقى موجود على الارض بتاع المصنع، فانا كل ده محتاج ابص فيه. ده المواصفات العامه. المواصفات الخاصه بتاع المكن ده بقى الماكسيمم لونجيتيودنال وكروس وفيرتيكال ترافل اوف ذا ورك تيبل. طيب اللونجيتيودنال ده بتاع الورك تيبل، ده في يد موجوده على الورك تيبل اقعد الففها الففها الففها، ابتدي احركها من نقطه البدايه لنقطه النهايه، هقيس المسافه دي، دي اللي احنا بنسميها الماكسيمم لونجيتيودنال ترافل اوف ذا ورك تيبل. هي التيبل بتتحرك كروس؟ لا، اللي بتتحرك كروس السادل، اما بحرك اليد اللي موجوده على السادل فالسادل بتتحرك كروس. هبتدي من الستارتنج بوينت بتاع السادل وهلف اليد بتاعتها لغايه اما اوصل للنهايه، المسافه دي ده الماكسيمم كروس ترافل بتاع السادل. طب ما هو التيبل فوق السادل فهي هتتحرك معاها، عشان كده سميناها برضو الماكسيمم كروس ترافل اوف ذا ورك تيبل. نفس الكلام بالنسبه للفيرتيكال ترافل اوف ذا ورك تيبل. هو ايه اللي بيحصل؟ الني هي اللي بتتحرك فيرتيكال، هتاخد معاها السدل، طب ما هتاخد معاها التيبل. برضه هبتدي اقيس من الستارتنج بوينت لغايه الاند بوينت، اقيس المسافه الفيرتيكال دي، وساعتها دي هتبقى الماكسيمم ترافل اوف ذا ني اللي هي هتبقى الماكسيمم فيرتيكال ترافل اوف ذا ورك تيبل. تاني حاجة مهمة السايز اوف سبندل تيبر هول. احنا قلنا من شوية ان السبندل فيه تيبر هول. التيبر هول ده المفروض ان انا هثبت فيه الشانك بتاع، قلنا ثلاث حاجات، قلنا ممكن اثبت فيه الشانك بتاع الاربور، واحنا دلوقتي عارفين ان الاربور ده جزء من الاجزاء الرئيسيه في انهي مكنه؟ في مكنه الهوريزونتال ميلينج ماشين، او في مكنه اليونيفرسال ميلينج ماشين اللي مركب عليها الهوريزونتال هيد، وممكن اثبت فيه برضو في الهول دي الشانك بتاع الكوليت تشاك او الادابتور. والكوليت تشاك والادابتور زي ما قلنا قبل كده هيبقوا موجودين ك
كبورتس مهمة في تثبيت الكتر على الفيرتيكال ميلينج ماشين. عشان كده مهم أعرف السايز بتاع السبندل تيبر هول ده، عشان في الآخر أنا عايز أعرف هعرف أركب الأربور ده في المكنة دي ولا لأ، هعرف أركب الكولت ده أو الكولت تشاك في المكنة دي ولا لأ، هعرف أركب الأدابتور ده في المكنة دي ولا لأ. عشان كده محتاج أعرف السايز أوف سبندل تيبر هول. Methods of workpiece fixation على الميلينج ماشين عموما، ده فيديو هيبتدي يوضح لنا طرق. The selection of a work holding tool is a very important part of milling. If there's a failure in a milling operation, 9 chances out of 10, the failure was due to the work being pushed out of its position by the force of the cutting tool, or the workpiece flexed because it was not properly supported. All of the work holding tools installed on the milling table are held in position with the help of the table's T-slots. It's important to keep the table and the T-slots clean and free from any burrs, nicks, or rust. A machine vise is by far the easiest way to hold small parts for milling and drilling. There are many different styles of vises. This is a plain milling vise. Parts should be set as deep into the jaws as possible. If the part has to be high on the jaws to give clearance for machining, it should have full support. Here we're using a set of parallels to raise the work and provide support against the downward force of the cutting tool. Adjustable vices are helpful in holding parts that have to be machined at an angle. Work that's mounted directly on the milling table can be held in place with T-nuts, threaded studs, and strap clamps. The strap clamp should always be parallel to the table, with the stud and nut as close to the workpiece as possible. The outer ends of these clamps are supported with step blocks. There are many other tools used in conjunction with strap clamps to hold work. Here, V-blocks and strap clamps are being used to hold round stock on the table. Slotted angle plates are used in setups when the piece being machined needs to be held at a true 90-degree angle to the table. These plates are heavy and are made in a number of sizes. Work can be clamped or bolted onto the angle plate. The Smithy step block is another form of angle plate and can be used for a number of milling and lathe operations. Here we're using it to bring a thin workpiece closer to the milling spindle. Work can also be mounted on the side as you would with any angle plate. Another tool that's extremely useful on a smithy machine is an adjustable angle plate. This tool is used to hold work that has to be milled at an angle other than 90 degrees. It can hold work flat or at an angle to the left or right up to 45 degrees. It's very useful for holding thin plates or castings that might be difficult to hold and totally support in a vise. If you want to mill in an arc, you need a tool that will hold and precisely turn the workpiece. The tool used for this type of machining is the rotary table. Graduations around the table's circumference and on the hand wheel allow the operator to manually adjust the location of the workpiece anywhere within the 360-degree movement of the table. The rotary table is an extremely versatile tool that can be used to mill complex angles and patterns, as well as do indexing operations. It's also used extensively to drill accurate hole circles. عايزين بقى نبدأ نحلل طرق تثبيت الشغلات على الميلينج ماشين من واقع الفيديو اللي احنا لسه متفرجين عليه. فأشهر واحدة الشايعة اللي هي الفايس أو المنجلة، ودي بتبقى عبارة عن ايه؟ انا عندي الجزء دوت بنسميه فيكسد جو، والجزء ده بنسميه موفابل جو. طب هو ليه موفابل؟ اصل هو مركب فيه عمود ألاووس كبير كده شبه المسمار بنسميه باور سكرو، وفي في المنطقة دي صامولة مدفونة البار سكرو معدي من خلالها. في اخر البار سكرو في من الناحية دي هندل، فانا لو لفيت الهندل البار سكرو هيلف، الصامولة اللي موجودة دي هتخلي البار سكرو يطلع لقدام ويرجع لورا، هياخد معاه الجو دي، من هنا سميناها الموفابل جو. الشغلة بتاعتي بتبقى موجودة فين؟ بتبقى متثبتة هنا ما بين الفيكسد جو والموفابل جو. طب ما هو الفيكسد جو فلات
والموفابل جو فلات برضو. عشان كده لازم الشغلانه اللي انا هستخدم الفايس في تثبيتها لازم يكون فيها سطحين قدام بعض فلات، سطح من الشغلانه هيلسع على الفيكسد جو والسطح الثاني هيرسع على الموفابل جو. برضو نفس الكلام هنا، الشغلانه هتبقى موجوده تتحط ما بين الاثنين جو، ده سطح عدل وده سطح عدل، يبقى السطح العدل بتاع الجو الاولاني لازم يلاقي سطح عدل على الشغلانه، وبرضو ده السطح العدل بتاع الجو الثانيه اللي في الظهر دي برضو لازم يلاقي سطح عدل، بحيث ان انا لما ادور الهاندل او الف الهاندل او الف الهاندل الموفابل جو تقرب على الفيكسد جو، وده معناها انها تعمل كلامب للشغلانه. الاخرام اللي موجوده تحت دي، الاخرام المجموعه ده تحت دي الاخرام اللي بعدي فيها المسمار عشان المسامير بعد كده هتعدي في التي سلوتس اللي موجوده على الميلينج تيبل، بحيث ان انا اثبت المنجله على الميلينج تيبل. نوع تاني من الفويس بنسميه انجولار فويس. طيب ده فايدته ايه؟ احنا قلنا ان الميزه في اليونيفرسال ميلينج ماشين ان التيبل بيبقى تحتها منقله، فانا ممكن اميل التيبل، وانا لو ميلت التيبل انا ممكن اعمل انكلايند سلوتس، يعني سلوت لا هي في الاتجاه الطولي اللي هو الاتجاه اللونجيتيودنال، ولا هي في الاتجاه العرضي اللي هو الاتجاه بتاع الكروس او الترانسفيرس. طيب انا لو ما عنديش يونيفرسال ميلينج ماشين وعندي هوريزونتال ميلينج ماشين او فيرتيكال ميلينج ماشين، يعني ما عنديش منقله تحت التيبل، ممكن احل المشكله دي ان انا اجيب نوع من انواع الفايس اللي هو الانجولار فايس اللي هو قدامنا دي، هو الفايس العاديه بتاعتي بس بيبقى تحتيها منقله، فده يسمح ان المنجله تلف بزاويه معينه وهتاخد معاها الورك بيس اللي هي مربوطه ما بين التو جوز بتوع المنجله، يبقى انا هقدر اعمل السلوتس المايله اللي موجوده في الشغلانه دون الحاجة ان انا ممكن اروح لليونيفرسال ميلينج ماشين، افرض انها مش موجودة عندي. طيب عندي نوع تاني برضو من اليونيفرسال من الانجولار فويس، ما اكتفاش بالسويفل بليت اللي موجود تحت، لا ده عمل كمان منجلة في اتجاه تاني، بحيث ان ممكن كمان المنجلة بتاعتي تميل بهذا الشكل. يبقى انا اقدر اعمل مجاري مايلة او عايز اعمل اسطح مايلة inclined slots او inclined surface في اكتر من اتجاه. طريقه تثبيت اخرى من طرق تثبيت الشغلات على الفريزه اللي هي باستخدام الفي بلوك. ادي الفي بلوك بتاعي، ادي الفي بلوك وده كلامب من فوق وفي مسمار نازل من الكلامب اللي من فوق ده، لو بصينا الهدف الشغلانه بتاعتي ايه؟ ده كروس سكشن مدور، يبقى الفي بلوك انا بستخدمه في الشغلات المدوره. طب هو ليه فكروا في الفي؟ الفي ده يقدر اربط عليه اي شغلانه مدوره بغض النظر عن المقاس بتاعها، بشرط ايه الشرط ده؟ ان الدايره بتاعتي اللي هتركب يبقى ليها تانجنت على السطح ده وتانجنت على السطح ده، ادي الشرط. يبقى انا مش هيبقى عندي الفي بلوك رقم واحد للشغلانه اللي قطرها كذا والفي بلوك رقم اتنين للشغلانه اللي قطرها كذا، لا هو الفي بلوك ينفع لاي شغلانه مدوره طالما اما جيت حطيت الشغلانه لقيت ان سطحين بتوع الفي تانجنت للورك بيس بتاعتي، خلاص هتبقى بالنسبه لي الفي بلوك ده مناسب واعرف اثبت عليه. ممكن الكلامب يبقى مربوط بمسامير في الفي بلوك كده زي ما انت شايف، وممكن يبقى الكلامب داخل في مجاري موجوده له على الفي بلوك. ادي المنظر، ادي الكلامب مجاري موجوده له على الفي بلوك وده بيربط، وده عايز يقول ان انا ممكن احط اكتر من اتنين اكتر من تلاته اكتر من اربعه. طب هم فكروا في الفي، طب ما فكروش في اليو ليه؟ ممكن بدل كان ممكن يمسك الشغلانه اعمل جروف على شكل يو ما عملوش على شكل في، ليه عملها؟ ليه ما عملهاش على شكل يو؟ لان هو لو كان عملها على شكل يو كان هيبقى كل طريقه تثبيت بشكل يو مخصصة لمقاس واحد، لمقاس واحد، لكن زي ما قلت الفي دي عشان تخلي الفي الواحدة تقدر تثبت أكتر من سيركلر ورك بيس بأقطار مختلفة، المهم يبقى سطحين الفي تانجنت للشغلانة. بعد ما ربطنا الشغلانة بتاعتنا
على التو في بلوك في السلايد اللي فات، رحنا بيها على المكنة بتاعت الميلينج ماشين عشان أبص إزاي هيتم التعامل مع الشغلانة بتاعتي. واضح إن الورك بيس هنا القطر بتاعها صغير، الميلينج كتر بتاعك القطر بتاعه صغير، وده هيديني إنديكيشن على طول إن الكاتنج فورس بتاعتي قليلة. ده اللي سمح إن أنا ممكن أستخدم الاتنين في بلوك وامسكهم بإيدي بالشكل دوت. ده اللي سمح إن أنا ممكن الشكل اللي قدامي ده يبقى شكل مقبول. معنى كده ان مش دي الطريقة الوحيدة اللي بستخدم بيها الفي بلوك على الميلينج ماشين. محتاج اتعلم طريقة تانية ان انا استخدم فيها الفي بلوك لربط الشغلات على الميلينج ماشين بشكل اكثر احكاما. ده المنظر اللي قدامي، ادي الفي بلوك بتاعتي وادي الورك بيس المدورة، بس مش هيبقى الفي بلوك لوحده، هنجيب معاه حاجة بنسميها كلامب وهنجيب معاه حاجة بنسميه الستيب بلوك. الكلامب ده معدي فيه مسمار، ما بربط المسمار من فوق المفروض ان الكلامب ده عايز ينزل ويضغط على الشغلانة، لكن للأسف لو كان الطرف التاني ما كانش تحتيه حاجة، طرف الكلامب التاني ما كانش تحتيه حاجة، انت كل ما هتربط اول ما الكلامب يلمس الشغلانة وزودت ربط الكلامب ده هيميل، معنى كده ان الكلامبنج فورس هتبقى قليلة. عشان كده احنا فكرنا ان احنا ما نخليش الطرف ده للكلامب فاضي، ما نخليهوش فري، وحطينا تحتيه الستيب بلوك عشان نضمن دايما ان الكلامب هوريزونتال، يبقى كل ما هتربط المسمار الكلامبنج فورس بتاعتك هتبقى عالية على ورك بيس. طيب ده نهاية المسمار، طب وطرف المسمار فين؟ ما هو تحت. هو ايه اللي تحت دي؟ المفروض ان اللي تحت دي ايه؟ الميلينج تيبل. ما انساش بقى ان الميلينج تيبل دي كان فيها تي سلوتس، يبقى المسمار ده كان معدي في التي سلوتس. ده المنظر بتاعي كان معدي في التي سلوتس، يبقى انا دلوقتي لو ده الكلامب بتاعي وادي المسمار، ادي راس المسمار. طب ده راس المسمار دخلت هنا ازاي؟ ما في فراغ جوه الميلينج تيبل اللي هي الفراغات بتاعه التي سلوتس. يبقى احنا دلوقتي التي سلوتس دي استخدمناها في حاجتين، يا إما كان فيها مسامير ثبت فيها الفايس المنجلة على الميلينج تيبل، يا إما فيها مسامير، المسامير دي بتعدي في كلامب، أما بربط المسمار الكلامب بيضغط على الورك بيس وبيحكم وبيربط وبيقرط على الورك بيس against الكاتنج فورس. دي طريقة أخرى لاستخدام الفي بلوك لربط الورك بيس على الميلينج ماشين. الفي بلوك بتاعنا اهو جاي، انا اعمل ايه بقى؟ الكلامبات بتاعته، الكلامبات بتاعته اللي موجوده دي، كلامب من على اليمين وكلامب من على الشمال ورابط بمسمار، يبقى هو دلوقتي عايز يربط الفي بلوك في الميلينج تيبل. طيب والشغلانه مربوطه ازاي؟ ما هو ده الكلامب بتاع الشغلانه، ده الكلامب بتاع الشغلانه، واللي من ورا ده المسمار اللي كان نازل من الكلامب اللي بيربط على الشغلانه. يبقى الجزء اللي قدام اللي هو لونه بني ده الميلينج كاتر بتاعك، هتنزل تعمل الشغل او الاوبريشن على الورك بيس اللي موجود عندك. دي طريقه اخرى موجوده، بس هي الطريقه الاشهر في الفي بلوك، ان احنا بنستخدم الفي بلوك مع الكلام مع الستيب بلوك. ثالث طريقه اللي هو استخدام الانجل بليت. ده الانجل بليت عندي سطحين في ما بينهم 90 درجة. الملاحظة الثانية ان انا عندي سلوتس موجودة على الفيرتيكال سيرفيس وعندي سلوتس موجودة كمان على الهوريزونتال سيرفيس بتاعه. طيب بستخدمه ازاي؟ الاول هربطه في الميلينج تيبل. هتربطه في الميلينج تيبل ازاي؟ ما هي دي الانجل بليت اهي، ادي الانجل بليت اهي. طيب الانجل بليت اللي موجوده هربطه في الميلينج تيبل، ادي في مسمار رابط في الميلينج تيبل، معنى ان في مسمار رابط في الميلينج تيبل. طب هو مكمل ازاي في الميلينج تيبل؟ يبقى كانه دخل في الميلينج تيبل من خلال التي سلوت. طيب فين الشغلانه اهي؟ السؤال الاولاني، هل الشغلانه مخرومه؟ لو الشغلانه مخرومه كنت ممكن اعدي مسامير من الخرام اللي موجوده جوه الشغلانه ومن المجاري اللي موجوده على الاسطح الرأسيه من الانجل بليت،
يبقى انا استخدمت الاخرام اللي موجوده في الشغلانه مسبقا اللي كانت معموله قبل كده، وعديت فيها مسامير واستخدمت المسامير دي في تثبيت الورك بيس على الانجل بليت. لا دي ما كانتش مخرومه، ما قداميش حاجه بقى غير ان اجيب حاجه اسمها سي كلامب. ايه السي كلامب ده؟ السي كلامب دوت في الحته الصغيره دي، في الحته الصغيره دي بيروح جاي رابط على الشغلانه مع الانجل بليت. يبقى انا كل ما بلف في اليد اللي ورا، كل ما بلف في اليد اللي ورا، العمود اللي قدام ده اللي سميناه باور سكرو بيطلع لقدام، يبقى بيقلل المسافه دي. معنى كده انه بيعمل كلامب للورك بيس بتاعتي على الانجل بليت. طيب شكل الشغلانه ايه؟ طبعا لازم يكون الشغلانه بتاعتي ليها سطح فلات اللي هو السطح اللي هيرسى على الانجل بليت. بفكرك تاني ان الميلينج تيبل فيها تي سلوتس اللي بيها المسمار ده بقى بالنسبه لك شكله منطقي اللي انا بستخدمه في تثبيت الانجل بليت على الميلينج تيبل. الطريقه الرابعه اللي هي كلامبنج اوف ورك بيس دايركت اون ميلينج ماشين. يعني ايه بقى الكلام ده؟ انا جات لي شغلانه ما فيهاش سطحين فلات. طب وانت بتدور على السطحين فلات ليه؟ عشان اركبها على الفويس. مش مدور عشان اركبها على الفي بلوك. ما فيهاش السطح الفلات بحيث انها ترسى على السطح بتاع الانجل بليت عشان تركب على الانجل بليت. او هي كانت تناسب الفي، يعني فيها الشروط انها مدوره بس حجمها كبير على الفي، او هي كان السطحين بتوعها عدلين بس حجمها كبير على الفويس. فيها سطح فلات بس كبيرة بالنسبة لحجم الانجل بليت. فقال لك نفكر نعمل ايه؟ قال لك نروح مثبتينها دايركت من غير ما نستخدم لا فويس ولا في بلوك ولا نستخدم انجل بليت بهذا الشكل. ادي الورك بيس بتاعتي. ايه ده؟ واضح. بس هنستخدم بقى الكلامب وعندي المسمار اللي داخل جوه التي سلوت بتاعتي، وعندي هنا ستيب بلوك. طب وانت ايه اللي خلاك تحط الستيب بلوك كده الاثنين عكس بعض؟ اصل كان ارتفاع الستيب بلوك الواحد كان اقل من الورك بيس، الارتفاع كان اصغر، عشان كده راح جاي حاطط الاثنين ستيب بلوك عكس بعض عشان يزود الارتفاع بتاعهم هما الاثنين مع بعض، بحيث ان تقريبا الارتفاع بتاعهم هما الاثنين مع بعض يبقى هو نفس ارتفاع الورك بيس. فعشان كده الكلامب بتاعك هيبقى هوريزونتال تماما، وده معناه ان الكلامبنج فورس هتبقى عاليه على الورك بيس. ده شكل حقيقي. ادي الشغلانه بتاعتك ثبتها على الميلينج تيبل على طول من غير فويس، من غير في بلوك، من غير انجل بليت. وده الكلامب بتاعي، وده المسمار اللي داخل جوه التي سلوتس بتاعتي، وهنا الستيب بلوك بتاعي اللي هيضمن ان الكلامب هوريزونتال تماما. خامس طريقه لتثبيت الشغلات على الميلينج ماشين باستخدام الديفايدنج هيد او الاندكسنج هيد او جهاز التقسيم او راس التقسيم. هي دي الديفايدنج هيد بتاعتي، فيها ظرف بثبت الشغلانه على اللؤم او باستخدام اللؤم بتاعت الظرف. عندي دراع هنا بسميه الكرانك، كل ما بحرك الدراع ده بلفه كل ما الظرف بيلف وبالتبعيه الشغله بتلف. طيب تحت الدراع ده في ديسك كده في خرام كتيره، ده بنسميه الاندكسنج بليت، وده بمثابه المنقله اللي بيها انا اقدر اعرف الزاويه اللي هيتحركها الكرانك ده قد ايه، وهتنعكس بزاويه قد ايه هيلفها للتشك. وطالما التشك لفها يبقى اكيد الورك بيس اللي التشك ماسكها هتلف بيها هي كمان. من هنا نعرف الفايده من استخدام الديفايدنج هيد ايه بقى. لو انا محتاج اعمل اكتر من فلات سيرفس على نفس الشغلانه ما بينهم زوايا محدده، او محتاج اعمل مجاري على البريمتر بتاع الشغلانه ما بينها زوايا محدده، ما انت هنا عندك الاندكسنج بليت اللي بمثابه المنقله، فالزاويه اللي هيتحركها الكرانك
هترد عندي بزاوية أخرى هيتحركها لتشك، ومعنى كده إن الورك بيس اتحركت نفس الزاوية. طيب يعني إيه عايز تعمل أسطح فلات على البريمتر بتاع الشغلانة؟ يعني أنا عندي بار، عندي رد، الكروس سيكشن بتاعي مدور، وعايز أحول المدور ده لمربع، يبقى أنا أكني عايز أعمل 4 فلات سيرفس، الزاوية ما بين كل سطح والتاني 90 درجة. يبقى أنت عايز تقسم المحيط لمجموعة من الفلات سيرفس، أيوه، يبقى لازم الشغلانة تتثبت على الديفايدنج هيد. يعني إيه إن أنا محتاج أعمل أكتر من مجرى على البريمتر بتاع الشغلانة؟ زي إيه؟ زي الترس. ما هو الجير بتاعي عبارة عن إيه؟ عبارة عن شغلانة عليها مجاري على البريمتر، والمجاري دي ما هي إلا عبارة عن الفراغ اللي بين السنة والتاني، ما هي إلا الفراغ اللي ما بين السنة والتاني. ده فيديو بنبين فيه إزاي بستخدم الفريزة لتفتيح أو لتصنيع ترس. معنى كده إن أنا محتاج أعمل شوية مجاري على بريمتر بتاع شغلانة. طب والمجاري دي في زوايا محددة ما بين كل مجرى والتانية، يبقى أنت محتاج تثبت الشغلانة بتاعتك باستخدام الديفايدنج هيد. المنظر اللي قدامي دوت دي فريزة أفقية. مين قال؟ أدي الأربور بتاعي وده أفقي، وده الكتر اللي بيلف، ودي الشغلانة، ودي الشغلانة. اللي ورا ده التشاك، ده الجو بتاع التشاك اهي، ده الجو بتاعتي، ده التشاك بتاع الديفايدنج انج. بص بيبتدي يفتح السنة ازاي؟ الرايش بتاعك عمال يبتدي يطير اهو، وشكل السنة ابتدى اهو يبان. كمل يكمل. بص المجرى، ده أول فراغ، بص رجع تاني. بص بقى الحركة اللي الشغلة هتلفها دي، حركة الاندكسنج واللي هتعملها الديفايدنج هيد. الشغلة هتلف بزاوية معينة عشان تجيب الفراغ اللي عليه الدور. بص بتلف ازاي؟ ايه الدليل انها لفت؟ ان انت هتلاقي السنة بيفتح في فراغ جديد، هتلاقي الكتر بيفتح في فراغ جديد. بص كده، بص التاني اهي بتبان، اهي بتتفتح. طب وفين القديمه؟ بعدت عشان عملنا الاندكسنج. الكرانك بتاع الديفايدنج هيد اتحرك زاويه، وده نتج عنده ان التشاك اتحرك زاويه اخرى وخد الشغلانه معاه، فالفراغ اللي اتعمل مشي من تحت الكتر وجه مكان فراغ جديد، عشان كده السنه التانيه اهي بتتعمل. راح هيحصل هنا الحركه بقى الاندكسنج، هتبان بقى من هنا اوضح. بص بص هي إيه الحركه دي؟ الحركه دي لفت، ومين اللي خلاها تلف؟ هو التشاك اللي ورا، وده التشاك اللي هو بتاع الديفايدنج هيد عشان يجي الفراغ اللي عليه الدور. الحركه اللي تحركها الشغلانه بزاويه معينه دي ما تعملهاش غير لو الشغلانه متثبته على ديفايدنج هيد. الديفايدنج هيد هو اللي فيه الامكانيه ان انا اتحرك زاوية محددة معلومة. بص السنة بتتفتح ازاي؟ خلص. ده كان الفيديو اللي بيبين ان احنا بنبين فيه ازاي بنستخدم الديفايدنج هيد في تثبيت شغلانه، الشغلانه دي هتبقى ترس باستخدام الميلينج ماشين. الفيديو دوت هيبين لنا ازاي نحول بار بكروس سيكشن مدور لبار بكروس سيكشن مسدس، ولكن نظرا
لقلة الافيلابيليتي بتاعت الفيديوهات اللي بستخدم الديفايدنج هيد لهذا الغرض. الفيديو اللي هنعرضه ده فيديو بيعمل نفس الفونكشن ولكن باستخدام حاجة اسمها روتري تيبل. زي ما هو باين قدامك كده، ده الروتري تيبل. اما بلف في اليد دي، الروتري تيبل دي بتلف متثبت عليها من فوق ظرف، والشغلانة اهي. الظرف دوت لو انا تخيلت انه بدل ما يبقى موجود افقي لفته رأسي، هيبقى ده الظرف بتاع الديفايدنج هيد، والشغلانة متثبتة في عادي. بص بقى، ما بيحرك اليد الروتري تيبل بتلفها، بتلفف محل تشك فبتلفف الشغلانة، يعني اكن اليد دي بمثابة الكرانك بتاعت الديفايدنج هيد، والتشك اللي موجود في الديفايدنج هيد ده هو موجود. بص اللي بيحصل بقى، بيلف زاوية ويعمل فلات سيرفس، وبعدين يلف زاوية تانية ويعمل فلات سيرفس جديد، وهكذا. الشكل اللي قدامي ده بقى ايه؟ الشكل اللي قدامي ده مسدس، بص، وده رايش اهو. هو كان في الاول مدور، يلف ويقطع، يلف ويقطع. الزاوية محددة ما بين كل سطح والتاني. يبقى أنا محتاج أداة، الأداة دي أعرف أحرك التشك بزوايا معينة. قدامي دلوقتي أداتين، الأداة الأولانية بتثبيت الشغلات على ما يعرف بجهاز التقسيم أو رأس التقسيم أو الديفايدنج هيد، وهنشرح كمان إن ممكن يكون في أسلوب إن أنا لو ما عنديش عندي الديفايدنج هيد ده، ممكن أثبتها على روتري تيبل، والروتري تيبل يركب عليه ظرف. اما بقى الف في الروتري تيبل، هتلف الظرف زي ما انا لما بلف في الكرانك بتاع الديفايدنج جيت ده، يلف في الظرف، واللي بيها الظرف هيلف زوايا معينه، سواء كان في الديفايدنج هيد او سواء كان راكب على الروتري تيبل. وساعتها هنقدر نقسم البريمتر بتاع الشغلانه لعدد من الاسطح الفلات ما بينهم زوايا محدده. يبقى لازم نسلط الضوء بقى على الطريقة رقم 6 في تثبيت الشغلات على الفريزة، واللي تم استخدامها في الفيديو اللي فات، ألا وهي الروتري تيبل. أدي شكل الروتري تيبل، ودي اليد اللي أنا ما بلففها بتبتدي بتلفف الترابيزة اللي فوق ديت بتاعتنا، أو بتلفف الروتري تيبل، وبتتثبت من خلال المجاري دي بمسامير في التي سلوتس بتاعت الميلينج تيبل العادية، زي ما ظاهرة كده عندنا. ادي الروتري تيبل، وادي اليد والعامل بيلفها. طب هي روتري تيبل متثبتة فين؟ متثبتة على الميلينج تيبل العادية، وادي المسامير اللي دخلت من التي سلوت. طيب الشغلانة هي دي، كان المطلوب في الصورة دي ان الشغلانة يتعمل فيها سلوت، بس السلوت دي ولا هي في الاتجاه الطولي اللونجيتيودنال، ولا هي في الاتجاه العرضي الكروس، انما هي عايزة سلوت على شكل أورك. فعشان كده لا حركة الني ولا حركة الصدل ولا حركة الميلينج تيبل العادية كانت هتنفع، عشان كده ركبنا فوق الميلينج تيبل العادية الروتري تيبل، إن عشان خاطر كل ما العامل بيلفف الدايرة بتاعت الروتري تيبل دي بتلف، وده معناها إن شغلنا هتلف، فممكن يطلع السيركولر سلوت بتاعتي بالشكل المطلوب، وده اللي هيبان في الفيديو اللي جاي. If you want to mill in an arc, you need a tool that will hold and precisely turn the workpiece. The tool used for this type of machining is the rotary table. Graduations around the table's circumference and on the hand wheel allow the operator to manually adjust the location of the workpiece anywhere within the 360-degree movement of the table. If you want to mill in an arc, you need a tool that will hold and precisely turn the workpiece. The tool used for this type of machining is the rotary table. Graduations around the table's circumference and on the hand wheel allow the operator to manually adjust the location of the workpiece anywhere within the 360-degree movement of the table. احنا كده خلصنا اشهر طرق تثبيت الشغلات على الميلينج ماشين، وهنبدا نتكلم بقى في طرق تثبيت الكاترز على الميلينج. الكاتر بتاعي ده بقى هيتثبت على الهوريزونتال ميلينج ماشين. ده شكل الكاتر اللي بيتثبت على الهوريزونتال ميلينج ماشين، ودايما الاحظ ان دايما هيبقى فيه فتحه، لان الاربور هيدخل من الفتحه دي.
لا ده الكتر بتاعي هيتثبت على الفيرتيكال ميلينج ماشين، برضه هلاحظ ان دايما الكتر بتاعه هيبقى ليه شانك. يبقى لو الكتر بتاعي لو كان فيه في منتصفه هول، دي معناها الهول اللي هيعدي منه الاربور، يبقى دي هتتثبت على الهوريزونتال ميلينج ماشين. لكن لو كان الميلينج كتر بتاعي فيه شانك كده يتمسك منه، ده انديكيشن انه هيتثبت على الفيرتيكال ميلينج ماشين. برضو انا عايز اعرف الكتر هتتثبت ازاي على الميلينج ماشين. الاربور لو انا بتكلم على الهوريزونتال ميلينج ماشين او اليونيفرسال ميلينج ماشين اللي مركبه الهوريزونتال هيد، وبستخدم الادابتور او الكوليت تشك لو انا هثبت الكتر على الفيرتيكال ميلينج ماشين او اليونيفرسال ميلينج ماشين اللي راكب لها الفيرتيكال هيد. عندي ملاحظه هنا، الاربور الادابتور الكوليت تشك ما هو الا وسيط ميديا ما بين الكتر وما بين السبندل. يعني انا هنا الكتر على الهوريزونتال ميلينج ماشين ما بيركبش دايركت على السبندل، ده بيركب على الاربور، والاربور ما هو الا اكستنشن للسبندل. الكتر على الفيرتيكال ميلينج ماشين بيركب باستخدام الكوليت تشك او الادابتور، بيركب باستخدام الكوليت تشك او الادابتور، والكوليت تشك والادابتور هيرجع يتثبتوا التاني في السبندل. يعني انا دايما هبقى محتاج ميديا وسيط ما بين الكتر بتاعي والسبندل على الفريزه؟ لا، لان انا ممكن اثبت الكتر دايركت على السبندل من غير ما احط وسيط ما بينه ما بين الكتر وما بين السبندل. يبقى لازم يكون السبندل مزود بشوية فيتشر فور ذيس بيربوز. هو ايه البيربوز بتاعي؟ ان انا اقدر اثبت فيه الاربور اللي هيتثبت عليه الكتر في الهوريزونتال ميلينج ماشين، او اقدر اثبت في السبندل الادابتور والكوليت تشك اللي هيرجعوا يمسكوا لي الكتر في الفيرتيكال ميلينج ماشين، او حتى اقدر اثبت الكتر فيه مباشره من غير لا اربور ومن غير لا كوليت تشك ومن غير ادابتور. اول حاجه من الفيتشر دي، ان اكوريت تيبرد هول تو ريسيف تيبر شانك اوف اربور او كوليت تشك او ادابتور. يعني ايه بقى الكلام ده؟ ده المقدمه بتاعه السبندل. السبندل هنا هوريزونتال، يبقى انا بتكلم على السبندل في حاله الهوريزونتال ميلينج ماشين. لو انا خدت الصوره دي كلها ودورتها 90 درجه كلوك وايز، يبقى انا بتكلم على السبندل بتاع الفيرتيكال ميلينج ماشين. بيقول ايه بقى؟ الفرونت اند بتاعته اهي فيها تيبر هول، فيها تيبر هول. ليه بقى؟ التيبر هول ده ادخل فيه الشانك بتاع الاربور. لو انا بتكلم عن الهوريزونتال ميلينج ماشين، ادخل فيه الشانك بتاع الكوليت تشك، او هدخل فيه الشانك بتاع الادابتور لو انا بتكلم على الفيرتيكال ميلينج ماشين. ادي التيبر هول اللي احنا بنتكلم عليها. الفيتشر الثانيه اللي موجوده في السبندل، ان عنده تو درايفنج دوج اند فور ثريدد هول. اللي هم فين دول؟ ده السبندل، وقلنا ان الفيتشر الاولانيه اللي عنده تيبر هول، عشان التيبر هول دوت تستقبل تثبت التيبر شانك بتاع الاربور بتاع الكوليت تشاك بتاع الادابتور. دي الفيتشر رقم واحد. طب الفيتشر رقم اتنين بقى، بيقول ان في تو دوج. فين التو دوج؟ ادي واحد وادي التاني، وفي فور ثريدد هول. ادي الاول، ادي التاني، ادي الثالث، ادي الرابع. لو قطعنا في الدايره ديت بسكشن اي اي، فانت هنا قطعت في الدوج، هنا قطعت في الدوج فبان الدوج في المسقط ده، وهنا قطعت في ثريدد هول فبان الثريدد هول بالطول بتاعه في المسقط ده او في سكشن اي اي. طيب ايه الفايده بقى؟ التو دوج دول بيدرايف بيروتيت الاربور والكوليت تشك والادابتور. التو درايفنج دوج بيدرايف بيدوروا الاربور والكوليت تشك والادابتور.
طيب الفور ثريدد هول بيلوكيت وبيدرايف الفيس ميلينج كتر. الفور ثريدد هول بيلوكيت يعني بيثبت وبيدور الفيس ميلينج كتر. لو بصينا هنا بصورة أوضح، ده الدوج وفي مسمار بيثبته على وش السبندل، وده الثريدد هول، وده طبعا واحد من الأربعة طبقا لسكشن AA اللي احنا قاطعين فيه. لو شفنا بقى الكلام ده على صورة مكنة حقيقية، ده هوريزونتال ميلينج ماشين، ادي الاوفر ارم بتاعي وده الفروم بريس بتاعتي ودي الاربور وده الكتر. طيب فين وش السبندل؟ وش السبندل اللي ورا اهو. طب فين بقيه السبندل؟ جوه الكولوم. ما احنا اتفقنا ان الاربور عباره عن اكستنشن للسبندل اللي موجود جوه الكولوم. طب الوش بتاع السبندل اللي باين هنا فيه كام ثريد دول؟ ادي دايره، دي ثريد دول، ادي الثانيه، الثالثه اهي، والرابعه ورا الاربور مش باينه. طيب عنده كمان تو دوج، ادي الدوج الاولاني متثبت على وش السبندل بمسامير زي راس المسمار باين اهي، وادي الدوج الثاني متثبت على وش السبندل بمسمار. طيب الدوج بيعمل ايه؟ هنلاقي الدوج متثبت على وش السبندل وداخل جوه في مجرى موجوده على الاربور، ما هو ده جزء من الاربور، ده جزء من الاربور، فالجزء اللي من الاربور ده في مجرتين تلاقي الدوج غطسان فيها. يبقى الدوج مربوط على وش السبندل بمسمار وداخل جوه مجرى في جزء في حته من الاربور. يبقى لو السبندل ده لف، يعني وش السبندل ده هيلف طبعا، يبقى التو دوج برضه هيحصل فيهم ايه؟ هيلفوا. معنى كده ان لما التو دوج هيلفوا يبقى الاربور بتاعه هيلف. يبقى الدوج ما هو الا بوزيتيف كونكشن لنقل الحركه ما بين السبندل وما بين الاربور. يعني ايه بوزيتيف كونكشن؟ يعني كونكشن بتخلي دايما ما بين جزئين، بتخلي دايما لو واحد لف الثاني يلف معاه، لو واحد ثابت الثاني ثابت معاه. هنا الدوج بيشتغل كبوزيتيف كونكشن ما بين السبندل وما بين الاربور. طيب لو نقلنا على ايه اللي بستخدم فيه الفور ثريدد هول، اللي قدامي ده الفيس ميلينج كتر وده وش السبندل بتاعي. ايه اللي موجود ده؟ ده واحد اتنين وفي اتنين كمان. ايه اللي حصل بقى؟ احنا متفقين ان وش السبندل فيه فور ثريدد هول والفيس ميلينج كتر كان فيه اربع اخرام برضو. يبقى انا عندي اربع تخرام بتوع الفيس ميلينج كتر قدام الاربع تخرام بتوع السبندل، فبعدي فيهم اربع مسامير. يبقى المسامير هنا عملوا حاجتين، الحاجه الاولانيه تو لوكيت الفيس ميلينج كتر هيثبتوهم، الفانكشن الثانيه ايه او الوظيفه الثانيه ايه؟ هيساهموا في نقل الحركه ما بين السبندل وما بين الفيس ميلينج كتر. يعني لما السبندل هيلف الفيس ميلينج كتر هيلف من خلال الاربع مسامير. يعني هنا الاربع مسامير بالنسبه لك هيبقى بوزيتيف كونكشن. الفيديو ده هيعرض طريقه تثبيت القطر على هوريزونتال ميلينج ماشين، فك الصاموله، ودول الكولر بتاعتنا او الجلب، في جزء بارز ده اللي احنا بنسميه الكي، ده خابور بيبقى موجود على الاربور، خرج من المجرى بتاعته اللي موجودة على الاربور، وده كي واي وده كي واي. ركبنا الكولر وركبنا الكتر. طبعا الجزء البارز ده مش عامل اي مشكله وانا بركب الكولر والكتر، لان احنا زي ما اتفقنا ان في مجاري موجوده على الكولر والكتر بنسميها الكي واي، ورجع بعد كده ثبت الفرونت بريس بتاعه وربط الصاموله. هنا في ملحوظه مهمه، ان انا باستخدام الكولر دي اقدر اثبت اكتر من كتر على الاربور. يعني انا اقدر اعمل اكتر من ميلينج اوبريشن في نفس الوقت على الهوريزونتال ميلينج ماشين، لان الاربور بيسمح بتثبيت اكتر من كتر.
cutter could be fixed on milling machine by using. نبتدي بقى نتكلم بقى عن حاجة عن الاربور عن الادابتور عن الكواليتي تشك. الاربور يبقى انا بتكلم على الهوريزونتال ميلينج ماشين، ده شكل الاربور. ده التيبر شانك بتاعه، ده اللي كان بيركب جوه التيبر هول بتاعت السبندل. طب وفي عنده هنا سلوت، السلوت دي كانت فين؟ ايوه، ما السلوت دي اللي كان بينزل فيها الدوج اللي كان راكب على وش السبندل، بحيث اما السبندل يلف الدوج كان بيلف معاه كان بيدور الاربور. دي الكولر اللي موجوده على الاربور، مفيش كتر ولا حاجه، ودي الصاموله اللي بيربط بيها على الكولر. ادي الشكل بتاعه، قطع بقى كانه قطع من الحته دي ورمى كل الحته دي، فالجزء اللي ورا ده هو اللي باين، فدي الجزء اللي ورا هو اللي باين. فدي الحته بتاعت الاربور ودول الاثنين دوج. مين ده؟ ده السبندل اللي متغطي اللي متداري اللي موجود جوه الكولوم. طيب ايه اللي حصل؟ في حته هنا في الاربور بنسميها ثريدد هول. الثريدد هول اللي هي ورا في الاربور ده، وده التيبر شانك بتاع الاربور، في ظهره في الثريدد هول الحته دي اللي هي دي. بيدخل مسمار طويل، المسمار ده بعرض الكولوم بيسميه درو ان بار. المسمار ده كله بنسميه درو ان بار او بيسموه درو بار. الدرو بار ده في اخره صاموله، درو بار او درو ان بار معناها بالعربي يعني سحب. كل ما بربط الصاموله دي كل ما البار ده بيرجع لورا، ما بيلفش ولا حاجه. كل ما بربط الصاموله دي كل ما البار ده بيرجع لورا، اما البار ده يرجع لورا هياخد معاه البيبر شانك بتاع الاربور. معنى كده انه هيثبت الاربور في السبندل، معنى كده انه هيثبت الاربور في السبندل. ده الاربور بتاعنا تاني، وده اربور تاني عايز اقول فيه هنا باين هنا الكي واي اللي موجوده على الاربور اللي كان قاعد فيها الكي. يعني في عندي كي واي موجوده على الاربور، وكمان في عندي كي واي تانيه موجوده على الكولر وموجوده على الكتر. الكي واي اللي بتبقى موجوده على العمود وفي حالتي ده اللي هو الاربور بنسميها external key way، ودي من العمليات انا بعرف افتح الكي واي او اعرف ان انا اعمل ماشيننج للكي واي على مكن الفريزه، بس مش دي اللي انا بتكلم فيها دلوقتي. انا بقول ان الاربور عليه كي واي بنسميها external key way، وبقول ان السبيسنج كولر والكتر عليه internal key way، عليه internal key way، بحيث اما يبقى الكي بارز لبره من الكي واي بتاعته اللي موجوده في الاربور، اما تيجي هتدخل السبيسنج كولر والكتر هيعرفوا يدخلوا، لان في فراغ يستوعب الكي اللي بارز، ان في فراغ اللي هو الانترنال كي واي اللي موجود على الكولر واللي موجود على الكتر هيستوعب البروز بتاع الكي. بفكرك تاني، ده الاربور ودول المجرتين اللي بيخش فيهم الدوج، وده التيبر شانك بتاع الاربور، وده الكولر بتاعك، وده الكي واي او تحديدا الاكسترنال كي واي اللي موجود. طيب هو فايده الكي ايه؟ هو انت عامل كي واي هنا ليه؟ عشان اركب كي. طيب هو الكي ده فايدته ايه؟ اقدر اقول كده شرح مبسط عنه، ده بيعتبر البوزيتيف كونكشن اللي ما بين الاربور وما بين الكتر، وهو البوزيتيف كونكشن اللي ما بين الاربور وما بين الكولر. يعني ايه بوزيتيف كونكشن؟ يعني بدوران الاربور الكي بينقل الحركه للكولر وبينقل الحركه للكتر. طبعا مقصود هنا الحركه الدورانيه. بفكرك تاني برضو، ادي الاربور بتاعي، كل دول كولر، كل دول كولر، وادي اتنين كتر. ما احنا لسه قايلين من شويه ان انا اقدر باستخدام الاربور اثبت اكتر من كتر واعمل اكتر من ميلينج ماشين، اعمل اكتر من ميلينج اوبريشن في نفس الوقت على الميلينج ماشين. بفكرك تاني، ادي البوزيتيف كونكشن بتوع الدوج، وده وش السبندل اللي بيتحرك. دلوقتي المفروض ان احنا هنتعامل مع الكاترز اللي هتركب على الفيرتيكال ميلينج ماشين، واتفقنا ان الكاتر دي بتتميز ان بيبقى ليها شانك عصايه.
طيب الشنك ده نوعين، يا اما تيبر شنك يا اما سلندريكال او ستريت شنك. التيبر شنك ده المفروض ان ليه مقاس، هقارنه بالمقاس بتاع التيبر هول بتاع السبندل. لو كانوا زي بعض، لو كانوا ايدنتيكال، هركب الكتر في السبندل مفيش مشاكل. طب لو ما كانوش ايدنتيكال هعمل ايه؟ هجيب وسيط، هجيب ادابتر. ادي شكل الادابتر بتاعي، في فتحه من جوه تيبر، ادي فتحه من جوه تيبر، هيركب فيها التيبر شانك بتاع الكتر، والادابتر نفسه ده الشانك بتاعه، الادابتر نفسه ده الشانك بتاعه عشان يركب جوه التيبر هول بتاعه السبندل. لو بصينا له هلاقيه برضو عنده فتحات، عنده فتحتين سلوت فور دوج، وعنده من ورا ثريدد هول عشان يركب فيها الدرو بار زي ما ركب في السبندل اللي راكب على الهوريزونتال ميلينج ماشين. يبقى they are used to hold the taper shank milling cutter. امتى بقى؟ لو كان المقاس بتاع التيبر شانك بتاعهم مختلف عن التيبر هول اللي موجودة في السبندل نوز. ده الادابتور بتاعي في شكله المظبوط، في شكله الرأسي، ما بيتحط رأسي، هيركب في السبندل. ادي الادابتور بتاعي، ادي الحتة، وادي السبندل بتاعي اللي موجود. الحتة اللي ورا دي اللي هي الثريدد هول بيركب فيها الدروبار. الدروبار في الاخر في صامولة، الصامولة دي اما بتتربط الدروبار بيطلع لفوق، هيسحب معاه الادابتور عشان يثبته في السبندل. السبندل هنا بقى موجود في وضعه المظبوط في الوضع الرأسي، بيركب فين السبندل؟ بيركب هنا في الهيد. فالمفروض الحتة بقية الدروبار والحتة بتاع الصامولة تبقى ظهرها لي هنا فوق في الحتة بتاعت الهيد اللي موجودة، لكن هي مش موجودة في الرسمة الموجودة، بس أنا المفروض هنا أشوف الامتداد بتاع الدرو بار والصامولة اللي راكبة اللي احنا مسمينها الريتيننج نوت. لو بصيت هنا برضو كويس آدي الدوج بتاعتي، نفس الكلام. الدوج هنا كانت بتعمل ايه؟ تعتبر بوزيتيف كونكشن ما بين السبندل وما بين الادابتور بتاعي، يعني السبندل بتاعي اما يلف يبقى الادابتور بتاعي يلف، وبالتبعيه الكتر بتاعي اللي متثبت داخل الادابتور هيلف. كل ده لو انا بتكلم على تيبر شانك ميلينج كتر. يبقى اتفقنا على ان التيبر شانك ميلينج كتر اللي مقاس الشانك بتاعها مش ايدنتيكال مع التيبر هول بتاعت السبندل بجيب ادابتور. طيب في حالة الستريت شانك ميلينج كاتر أنا بعمل إيه؟ بجيب كولت. الأدابتور مش هينفع. بيقول إيه بقى؟ ميلينج كاترز أوف ستريت شانك أر هيلد إن أكولت تشاك، وأوقات بنسميه كولت أدابتور. طب الكولت تشاك أو الكولت أدابتور ده كارينج حاجة جواه بنسميها سبرينج كولت أوف سلندريكال هول. الكلام ده معناه إيه؟ ان انا عندي كولت، الكولت ده متثبت جوه الكولت تشاك او الكولت ادابتور. الكولت ده في انترنال هول، في فتحه داخليه، الفتحه دي اسطوانيه سلندريكال هول. انا بعرف اتحكم في القطر بتاع الفتحه دي، من هنا الكولت سميناه سبرينج كولت. تكمله بقى، ده ستريت شانك كتر is gripped بيتربط بيتقفل in the collet. فين بقى في الكولت؟ في السلندريكال هول دي، by tightening nose piece of the collet chuck. الكلام ده معناه ايه؟ دي الاجزاء بتاعته، ده الكولت تشوك وده الكولت وده النوز بيس، هيتجمع ازاي او هيركب ازاي في بعضه؟ طب الاجزاء دي هتتجمع ازاي؟ هو حاطط الكولت جوه النوز بيس تمهيدا انه يربط النوز بيس على الكولت تشك، لان هنا في سنان داخليه جوه النوز بيس هي نفسها على الكولت تشك. هنبدا بقى في ربط النوز بيس على الكولت تشك. المنظر بتاعها هيبقى هنا. عايزين ناخد بالنا من حاجه بقى، الشنك فين بتاع الكتر؟ في الفتحه دي.
طب هو مين ده؟ ده الكوليت. الكوليت ليه تيبر شانك كده، والكوليت تشك في تيبر هول. ادي حاجة. الحاجة التانية ان الكوليت مشقوق في مجاري طولية كده زي ما احنا شايفين كده، يعني ده فراغ ده فراغ وهكذا على الدائر كله. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ كل ما بربط النوز بيس دي عايزة تنزل لتحت. طب لما تنزل لتحت تاخد معها الكوليت لتحت، معنى كده انها تاخد الكوليت في مكان اضيق. يحصل ايه الكوليت اما مكان اضيق؟ الكوليت بيبقى عايز يلم يضم لجوه. طب هو الكوليت اما يلم هيضم لجوه، فيه امكانيه انه يضم لجوه؟ ايوه، ما هو ده فراغ ما بين كل شريحه وشريحه، مجرى فراغ. فايه اللي بيحصل؟ الشريحتين بيقربوا لبعض، الثيكنس بتاع الفراغ ده بيضم. طب ما هو ما بين كل شريحتين لو قربوا لبعض يعني الفراغ هيضم، معنى كده ان الدايره اللي فوق دي القطر هيقل. هو احنا قلنا الدايره اللي فوق دي اللي هي كانت السلندريكال هول في الباراجراف كنا حاطين فيها ايه؟ كنا حاطين فيها الستريت شانك، فمعنى ان القطر بتاعها بيقل ان هي بتربط على الستريت شانك. القطر بتاعك يعني بتحكمه، يعني بتحكمه، يعني كل ما النوز بيس بتنزل كل ما بتقفل اكتر على الشنك بتاعك وبتثبت القطر. ده منظر الكولت تشك بتاعك. دول السلوتس بتاعت الدوك برضو ورا هيبقى فيه ثريدد هول نفس طريقة التثبيت اللي حصلت في الادابتر، هيبقى نفس الكلام على الكولت تشك. دي النوز بيس، دي الكوليت بتاعك اللي جوه في الشقوق اللي انا بتكلم عليها. الدايره اللي في النص دي الدايره اللي هيدخل فيها الستريت شانك كتر بتاعك. ادي المنظر، ادي الميلينج كتر بتاعك، واضح هنا ان الشانك بتاعه ستريت. فانا كل ما بربط دي هلاقي ان التخانه بتاعت الشقوق بتقل، معناه ان القطر الداخلي دوت صغر، معناها انه ربط كويس على الكتر بتاعك. وادي السلوت بتاعت الدوج زي ما قلنا قبل كده. شكرا.